سيدنا عثمان جلس مع الصديق فدار بينهما حوار، قال: يا أبا بكر، إن عمتي أخبرتني أن الله ابتعث محمدا بن عبد الله ليدعو إلى الله وإلى الحق، وإنها سمعت ذلك، وإنها تدعوني أن أنظر في هذا الأمر. قال: يا عثمان، إنك رجل عاقل حكيم، لا يخفى عليك هذا الأمر، وهو والله فيه من الخير والهدى كذا وكذا وكذا. فشرح الله تبارك وتعالى صدر سيدنا عثمان رضوان الله عليه وآمن بدعوة الصديق. فلما هداه الله تبارك وتعالى للإيمان قال: ماذا أصنع؟ قال: نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب سيدنا عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام، وذلك قبل أن يدخل دار الأرقم بن أبي الأرقم، يعني في السنوات الثلاث الأولى من بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دلك على شيء فإنما يدل على صفاء هذا القلب. عن عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما قال: كنا عند علي بن أبي طالب، أو جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فذكر عنده عثمان، قال: فذكر من مناقب عثمان، سيدنا عبد الله بن عمر يذكر من مناقب سيدنا عثمان ما جعل عثمان كالقارورة النقية، كالزجاجة النقية ليس عليها أي شيء مما يعكرها ومما يكدرها. فلما ذكروا عنده عليا ذكر من مناقبه ومآثره ما جعله كالقارورة نقاء وصفاء. هذا إن دلك على شيء فإنما يدلك على عظيم ما كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قلوب تقية نقية، يذكرون الحق لأهل الحق، ويعرفون الفضل لأهله، ويقرون بهذا الفضل أمام الدنيا كلها. فسيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما الذي هو معدود من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تتبعا وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر عنده أحد من أصحاب النبي كان يذكر له الفضل. ولو جئت إلى ترتيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتعرف سيدنا عثمان أين مقامه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجد أنهم كانوا يقدمون أبا بكر أولا، وبعد أبي بكر عمر، وبعد عمر عثمان، وبعد عثمان علي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعاً.